مساء الخير متابعي طقس العرب في الأردن، وإليكم الآن النشرة الجوية. نهار اليوم الاثنين كانت الأجواء دافئة مقارنة بيوم أمس الأحد، وكانت درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية بحدود 5 لـ7 درجات مئوية، وإن شاء الله رح تستمر هذه الارتفاعات على درجات الحرارة خلال الأيام القليلة القادمة. رح نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة عمان، بتسجل 15 وأجواء غالبا صافية، نسبة الرطوبة 46% وسرعة الرياح 21 كيلومتر في الساعة. رح نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة لنهار غد الثلاثاء في مختلف مناطق المملكة، نبدأها شمالا وقرب نهارا بتسجل 29 درجة مئوية وغبار خفيف، وبالليل بتنزل ل 18 درجة مئوية، المفرق 29 نهارا 17 ليلا وأجواء مشمسة، جرش أيضا أجواء مشمسة 30 نهارا 18 ليلا، وعجلون أيضا بين 28 و19 درجة مئوية وأجواء صافية ومشمسة بإذن الله. ننتقل الآن إلى المناطق الوسطى مع العاصمة عمان، نهارا 29 وغبار خفيف 17 درجة مئوية ليلا، الزرقاء 30 نهارا 17 ليلا، البلقاء 29 نهارا 19 ليلا، مادبة 31 نهارا 18 ليلا، والبحر الميت أجواء حارة 36 درجة مئوية نهارا، وبتنخفض ليلا إلى 25 درجة مئوية. ننتقل إلى مناطق الجنوبية والكرك، 30 نهارا 18 ليلا أيضا غبار خفيف، الطفيلة 28 نهارا 19 ليلا، الشوبك 25 نهارا 17 ليلا، معان 29 نهارا 17 ليلا، وأيضا أجواء غالبا صافية، العقبة أجواء مشمسة 33 درجة مئوية نهارا، وبتنخفض ليلا إلى 24 درجة مئوية بإذن الله. ننتقل أخيرا إلى المناطق الشرقية، كل مرويشد الصفاوي والأزرق، درجات حرارة متقاربة 31 نهارا، وبالليل بتنزل ل 16 درجة مئوية مع غبار خفيف. متابعينا، هذا كان كل ما لدينا حتى هذه الساعة، تصبحون على ألف خير.